تعالوا مرة تانية لزميلنا كريم أحمد ولقاء مع حمدي فتحي. بطولة واحدة من أصعب البطولات، لكن زي ما بقول قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا، أنتوا لعيبة كبار حققتوا حاجة الحقيقة مجد كبير بيكتب في تاريخ النادي الأهلي. حابب تقول يا حمدي على البطولة العظيمة دي؟ الحمد لله، طبعا بطولة غالية وبطولة مفضلة بالنسبة لنا وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي والإدارة والجهاز. تعبنا طول الموسم وربنا كرمنا النهاردة بيها، وأنت كنت شايف الظروف السنة اللي فاتت إن إحنا يعني الحمد لله يعني، والحمد لله إن رجعت بيتها تاني، وإن شاء الله السنة دي نفنش الموسم بقى بالدوري إن شاء الله، يكون موسم خير علينا كلنا يعني الحمد لله يعني. بس الحسين ورامي قالوا لي احنا من بعد المباراه الاولى كان عندنا ثقه ان احنا هنيجي هنا نرجع بالبطوله. ده يرجع ليكم بقيمتكم الكبيره بوعيكم وبذكائكم. قول لي الكواليس يا حمدي كانت ازاي، لان كانت مباراه صعبه جدا من البدايه بالنسبه لك. بص هقول لك حاجه، انت في نادي الاهلي انت بتلعب لاخر دقيقه ودايما لازم تبقى مركز، حتى لو جه في جون في الاول احنا كنا حاطين اي سيناريو حاطينه في دماغنا، وربنا يعني احنا كنا متوقعين ان ربنا يكرمنا، عشان احنا طول الموسم من اول موسم واحنا تعبنا جامد، وربنا بيكلل مجهودنا بالفوز بالبطوله دي، وان شاء الله نحتفل بقى النهارده كده والفتره اللي جايه دي، ونركز بقى ناخد الدوري ان شاء الله، نحسم الدوري بدري، وان شاء الله يعني اي بطوله السنه دي تكون في النادي الاهلي يعني. مبروك حبيبي.